البداية باش تكون أكيد بالشأن الانتخابي، حيث أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بلغت 28.9% وذلك بعد رفع كل مكاتب الاقتراع وفق ما أكدوا الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري. وقد سجلت ولاية زغوان أعلى نسبة اقتراع بلغت 36%، تليها ولاية توزر بنسبة 34%، ثم ولاية تطاوين بنسبة 16%. المختص في علم الاجتماع محمد الجويلي أكد أن ضعف إقبال فئة الشباب في عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية واللي ما تجاوزتش 6% تعكس بداية عدم رغبة هذه الفئة في المشاركة في الحياة السياسية من خلال عملية الاقتراع، وشدد على أن ذلك يؤشر لبداية عدم ثقة في عملية إدارة الشأن العام. بمعنى أن ثقتهم في الصندوق وثقتهم فيما قبل الصندوق أولا، يعني في السياسات العمومية للدولة التونسية واللي من هو في السلطة السياسية ومسؤول على إدارة الشأن العام، هناك مؤشر مهم جدا على أنه لم تعد هناك ثقة واضحة. ولابد أن يقرأ أي مترشح على الأقل من الثلاث وكل الطيف السياسي بشكل عام أن يقرأ هذا الرقم قراءة جيدة. عزوف كبير، تراجع كبير لدور الشباب في العملية الانتخابية، وهذا يطرح إشكال بداية فقدان الثقة إن شئنا، بداية ربما إدارة الظهر لكل ما هو عملية انتخابية، ولكن هذا متزامن أيضا مع المحطات الانتخابية منذ 25 جويلية إلى الآن، سواء الاستفتاء أو المجالس المحلية والأقاليم، الانتخابات التشريعية أيضا، يعني هناك تراجع كبير في العملية الانتخابية برمتها. في سياق متصل تحدث أحد المواطنين من اللي قاموا بأداء واجبهم في إحدى مراكز الاقتراع بولاية أريانا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد لتونس منفتح على المهنيين والصناعيين للاستماع إلى مقترحاتهم. يقعد مع المهنيين ويقعد مع الصناعيين ويقعد قبل ما يخرج قرار متاع تعريفة وسوم ودور الدولة سيرتو، لأنه تجي اليوم تتسعر ما غير ما تفهم الوضعية متاع الصناعي ولا متاع التاجر ولا متاع لا دور الدولة وينك أنت؟ أنت تجاج اليوم تجي تقول غلاء وتعمل تسعيرة ما غير ما فيك تتكسر 20,000 تاجر صغير قرار حكاك بخط فهمني؟ في الوقت اللي أنت وين وزارة التجارة متاعك باش تعدل السوق؟ عدل السوق، كنا في عهد بن علي نهبطوا بابر الدجاج هي ماكلة الزوالي. أي خوف واي انتكاسه راهي مجيه كان من الحياة الشعبيه، بن علي لا طيحوا كان الحياة الشعبيه، طونكو المواطن يلقى خبزته ويلقى ماكلته وينجي يقري وليداته وكل شيء، راهو استحاله كان يخرج ولا يعمل لك ثوره ولا يعمل لك انتفاضه. وفي تصريحات قالها مراسلنا في قفصه حسام الدلالي تحدث بعض المواطنين عن انتظاراتهم من رئيس تونس القادم. التشغيل والعناية بالطرقات والبيئة أو المستشفيات، رأينا المستشفيات متاعنا راي فيها في حالة يرثى لها غلاء المعيشة، تشغيل تكوين معامل شركات تحرك البلاد وتمشي لأخوة بزارها الأمور ما ربكو جيمة تحت السر ينظر البلاد وينظر العباد. طالب منه كان فهم ثاني ولا من تشغيل الشباب، فهم ثاني ولا على تنقيس بالأسعار، فهم ثاني ولا على غلاء المعيشة، فهم ثاني ولا على إصلاح التعليم إصلاح مؤسسات صحية. وفي ولاية القصرين تحدث مواطنون عن حاجة تونس إلى رئيس يهتم بمختلف الفئات وخاصة منها الشباب والمتقاعدين. اليوم أنا مواطنة من القصرين، مشيت أديت صوتي الانتخابي في كامل الشفافية، وإن شاء الله اللي يشد تونسي يتلفت للقصرين وحق لها أمانيها وحق لها مشاريعها، لأن القصرين تعبة بالحق. ونتمنى من كل المواطنين أنه يتجهوا لمكاتب الاقتراع وينتخبوا ويأدوا صوتهم إلى تونس إلى تونس إلى تونس حتى يكون هناك رئيس لتونس في كامل الشفافية. جيت انتخبت هذاك الانتخاب حق وواجب علينا الناس الكل، ونحبوا البلاد توقف على رجليها، ونحبوا الرئيس هذا واش نتمنوا منه؟ نتمنوا منه يتولها باك الشياب اللي يعطوا فيهم في 180 راهي ما تعمل حتى شيء، وراهو فهمت الله شباب قاعد صايع يتبع في المخدرات والواحد من البطاله، ونتمنوا البلاد توقف على رجليها وتعيش تونس. في سياق آخر، الانطلاق في حملة التشجير بإشراف وزارة البيئة وبمشاركة وزارة الفلاحة لتشجيع المواطنين على غراسة الأشجار تعتبر ضرورة في سياق العمل على الحد من تداعيات الانحباس الحراري، ذلك ما شدد عليه المتخصص في الشأن الفلاحي أنيسة بن ريانة خلال حضوره في برنامج إكسبريسو ويكاند. قلنا احنا راه الكل من هذه الشوفمون كليماتيك اللي مسبب فيه نسبه كبيره منه للعباد، وهنا يلزم حاجه يمكن مهمه برشا اللي نحكيو عليها هي التشجير. ماذا بينا ترجع الحملات الكبيره ومع وزاره البيئه تتخطى لهم الكل ومع البلديات ومع وزاره الفلاحه تعاون، لو يلزم ترجع التشجير في التنفيذ مش عقلية خطر في التفكير، وديما نحكيو عليهم يلزم برامج كبيره ويلزم العباد الكل تعمل الشجر نتاعها في جاره، وهذا كي نقص لنا ويحد من اثار تغير المناخ.
ختاما، تشهد المنظومة التربوية في تونس وهنا كبيرا وأصبحت تعاني أزمة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمناهج المتبعة، هذا ما أكدوا منير حسين الباحث في المناهج التعليمية وعضو المكتب التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى تدخله في برنامج إكسبريسو، وأشار إلى نقص الاعتمادات المخصصة للنهوض بهذا القطاع الحيوية. احنا في تونس مع الاسف منظومتنا التربويه وهنت وهنا كبير واصبحت تعاني من ازمه شامده، وهذا خلف الكثير من الظواهر وعلى راسه مشكله المناهج المتبعه، ولا هي اساسا منذ 2002 هي مقاربه الكفايات الاساسيه التي فشلت فشلا ذريعا خاصه في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. احنا فما اشكال كبير جدا نعاني منه الان هو النقص في التطبيقات العلميه، من المخابر العلميه الموجوده الى غير ذلك، كلها ناقصة تجهيزات كبيرة جدا وناقصة موارد بشرية. احنا في تونس ميزانية التعليم لا تقدر تقريبا حوالي 6% من ميزانية الدولة، منها تقريبا اكثر من 90% حوالي 94% هي موجهة اساسا لسداد اجور موظفي التربية، وهذا ما يمكنناش من رفع التحديات. هكذا نكون وكملنا فقرة راوند اب لليوم اللي رجعنا فيها على اهم الاخبار والتصريحات. شكرا لك سهيلة، نمشي مع فقرة كيما اليوم في برنامجكم إكسبريسو. كيما اليوم نهار 7 أكتوبر